مرحبا بكم في ألاون. بعد الفتنة الكبرى نؤرخ لكم المسخرة الكبرى. واليوم نبدأ بآخر اعترافات واليوم نبدأ بآخر اعترافات المصلحة الاجتماعية حبيبة الوطن ومعبودة الجماهير ليلى بن علي، اللي عملت ثلاثة تصريحات. واحد نقلته الصريح وقالت فيه: ليلى بن علي تزعم في حوار لصحيفة فرنسية: أصر على نظرية الانقلاب وأجهل من يقف وراءه، ساعدت أفرادا من عائلتي ولم أقصد الإساءة لأحد. لا ما حقوش. واحد في التونسية تقول فيه ليلى بن علي لصحيفة لو باريزيان: نعم ارتكبت تجاوزات وأطلب العفو. اي يرضى علينا يا لميمة. واحد للشروق وتقول فيه ليلى طرابلسي في حوار لصحيفة لو باريزيان الفرنسية: بن علي لم يأمر بإطلاق الرصاص ومستعدة للمحاكمة في تونس. وكانت راهم محليهم في التونسية هي وبن علي لابسين باللبي ذكية كلهم عفة وطهارة وهرة بكلونات ومتابع، وليلى متحجبة في التصاور الكل، وكما قال عادل إمام حتى عيط من الإيمان والتقوى. هبب تما ذاك هو القلم من أيام بن علي اللي كان يعذب الخوانجية في الصباح ويهبط تصاوره في العشية في الكعبة ومسمي روحه حامي الحماية والدين. الصخر الماتري بعد اللي ياسر متدين وناس مومنة وعنده إذاعة إسلامية وبنكة إسلامية ونقص كان يعمل لنا كافيشانتا إسلامية. الطرحة الشرعية نتاعتو اللي ياسر يخافوا ربي، أما كأنهم يخافوا من السعودية أكثر من اللي يخافوا من ربي، ولا رانا معاش نسمعوا حسهم جملة هالزوايز هذوما. ومدامش بدنا على اللي يخافوا ربي، خلينا نطلعوا على آخر إنجازاتهم ونبدأوا بجريدة الصريح اللي كتبت: أهالي بنقردان يصرخون تسليم البغدادي كارثة والحكومة مستنا في خبزتنا. أي ومازلتوا باش تصرخوا راهو، غير استناوا برك تجارتكم يخلف ربي فيها. والأمن بتبيعتنا نسيناه من هاك العام، والله يرحم اللي جاء في العراض وكهو برا على توا شوف شنو بايهم من الصفقة وياخذوش حتى 5000 صنص ولا حق كسكروت. إيه باعوا المحمودي وحتى وذنه ما عطوها لهمش يا رسول الله. أما في الصباح الأسبوعي فنقرأ استطلاع رأي عملته الجريدة ويقول أنه في استطلاع رأي أنجزته الصباح الأسبوعي 77% ضد حق تملك المغاربيين، 66.66% ضد تشغيلهم، 51.66% مع دخول تونس ببطاقة الهوية. كيف ليا وليكم ربي حتى في هذه زادة العملة وعملوها. الجيش يعلن الصحراء منطقة عسكرية مغلقة والحكومة تحل الحدود وتخلي الناس تتعدى من غير باسبور لا فيزا. ليه وإحنا برك نعملوها معاهم؟ هما ما على بالهمش بينا راه. لا والله الجزائر رفضت قطعيا المعامله بالمثل. شبعه وهره وكرامه حاسيلو، حضروا رواحكم للصدمه عادتو. الاطارات والكفاءات والادمغه واصحاب الشهائد العليا نتاع ليبيا والجزائر وموريتانيا والمروك كلها باش تصدم. وما تنساوش الناس المسالمين والمعتدلين والديمقراطيين اصحاب الجماعه. هذوكم باش يعملوا لنا هزره جماعيه. تيشخت عندكم حاسيلو سيف السناء، ارقصوا وغنوا وما تركزوش مع النباره اللي كيفي ومع جماعه الصفر فاصل كيما سي عبد الرؤوف العيادي اللي جاء في جريده الشروق. جريده الشروق نقلت له تصريح يقول فيه العيادي في بنزرت: استقالة عبو حملة انتخابية سابقة لأوانها. هو سي محمد عبو ديما كنت نقول انه واحد من الوزراء القلائل اللي يصلحوا في الحكومة هذه، اما كي ما عطاوهوش صلاحيات هو زادة رصت له ضرب ضربتين مقرف. وفي الاخر اتضح انه بكفاءته يمثل اقلية في الحكومة ولازمه يمشي على روحه، واتضح خاصة انه اي واحد ينجم يشد واحد اخر يعملوا طرطور. كان النهضة واخذ حزب كامل عملته طرطور ومسميته المؤتمر، فبحيث انتقلنا من طرطرة الأشخاص إلى طرطرة الأحزاب. ولذا الرجل استقال فماشي ما يخلط يبني حزب بالحق من هنا للانتخابات الجاية. في نفس السياق جريدة لابخيس تنقل تصريح للسيد صادق بوعبين مدير قناة الوطنية الأولى المقال، يقول فيه: ما ريفوكاسيون اوغور دان روتور اوز انسيان براتيك، إقالتي تؤشر على عودة إلى الممارسات القديمة. يلطيف السيد طردوه على خاطر القناة الوطنية جابت عبير موسى محامية التجمع وقدمتها على أساس أنها ناشطة حقوقية، وقت اللي هي محامية التجمع وكانت النائبة العامة كانت نائبة الأمين العام للتجمع. هكا هاو العبيد تنرفزت، نقابة الصحفيين نددت، الحكومة هاجت، عملته هو كبش فداء وطردته. يا أخي ولا يحتج على عودة الممارسات القديمة. بيتو خليني نحكي لكم حكاية. تتذكروش الحملة الأولى على إعلام العار وأول مظاهرات تجي قدام التلفزيون إعلام العار؟ شنو اللي صار بعدها؟ ما استقال سي مختار رصاع مدير التلفزة الوطنية وعينه في بلاصته مدير على التلفزة الوطنية، مدير على القناة الوطنية الأولى.
اللي هو صادق بوعبان ومدير على القناة الوطنية الثانية. أول قرار خذاه سي صادق بوعبان في إطار تطهير الإعلام شنو اللي عمل؟ طردني أنا. ذكرتها. ذكرتها. أنا وقت أول قرار خذاه ودير الوحيد اللي خرجت من التلفزة الوطنية وقتها في إطار تطهير إعلام العار وكهو حاسيلو الإعلام الطهر ولا يعمل 66 كيف اللهم صلي على النبي. فبحيث توا دارت الحكاية وعاودت رجعت عليه هو للأسف. من الآخر من غير ما نطول عليكم الكونكلوجيون هي أنه في عالم السياسة يلزمك تعرف تخدم أما من غير ما يخدموا بيك كسوسوا في المؤتمر في الأحزاب بصفة عامة في الترويكا مديري المؤسسات الإعلامية كان نجح في أنك تخدم من غير ما يخدموا بيك راك سلكتها كان رصات لك توحل في سيتواسيون اللي أنت قاعدين يخدموا بيك وكها وقتها نقول لك خويا ليا وليك ربي مرحبا بيك في ميدان السياسة. على